نشوف بقى شويه حاجات كده من الايه اللي انتشر النهارده، رغم انه زي ما بقول لكم الشركه المتحده كانت اصدرت تعليمات. فكره بقى الناس اللي الاول الداخليه بتجيب الناس بالعافيه، نشوف بس الفيديو. طبعا الحاجات اللي الزملاء جايبينها دي المشاهد بتاعه مدى مصر. مدى مصر، موقع مدى مصر زي ما قلت لكم هو اللي نشر هذه الاشياء. اصطف العشرات امام لجان الاقتراع، تم نقلهم بشكل مجاني واتوبيسات وتكاتك من منازلهم. ده اول يعني خروقات الانتخابات. الرشوه موجوده، الرشوه الانتخابيه. واحده من هؤلاء الناخبات اتكلمت قدام مدرسه البرقوق في منشيه ناصر، قالت انها حصلت هي وسبعه من اخواتها وخالتها ووالدتها كل واحده على 200 جنيه، تخيل سبعه وهي ثمانيه وخالتها وامها 10، فخدوا 2000 جنيه، ده مبلغ عظيم جدا يا جماعه، 2000 جنيه عشان نروح ده حاجه عظيمه جدا. انا بتكلم على اللي قالته مصر. رئيس جمعيه اهليه قال ان المساعدات بتاعه الارامل والايتام في المنطقه قدموا مساعدات، وقال ان اقسام الشرطه عندها كل الكشوفات بتوع الناس المحتاجه. عشان بقول لكم بس تبقوا عندكم رفق بالناس اللي نزلت، الناس اللي نزلت الارامل والايتام واللي معاهمش، عايزه تنزلي تاخدي كرتونه انزلي، فالست يعني ما عندهاش ما هيش جيفاره يعني. ما انت برضه لازم تتعامل بالمنطق يعني، ما تطلبش ان الناس انها تبقى دي جيفاره وده نيلسون مانديلا، لا يا عم، ناس عايزه تاكل عيالها شويه فراحت. ده سلوك اكد عليه انه ده اكل حرام وده تضييع مستقبل، بس يعني اعذروا الناس، ده تعليمهم بسيط يعني، ناس تعليمها بسيط وناس ادراكها للحريات مش هي الاولويات، ليس اولويات عموم الناس الحريات. عموم الناس اولوياتها اللقمه. فارجو ان الناس النخبه واللي بيقودوا الراي العام يبقوا فاهمين الحكايه دي. انت مش مطالب ان الناس كلها تبقى جيفارا ونيلسون مانديلا ومحمد البلتاجي، لا لا، الناس دي كلها دي ناس بتاعت الاكل والشرب، هتجيب لهم مصلحة اكل وشرب تمام. دي بس الحاجات اللي ايه الراي نفسه اللي هو بيتكلم على فكره المعونات دي، ايده ومصدر قضائي اخر يشارك في الاشراف على الانتخابات، ان الهيئه الانتخابيه انتدبت 30% فقط من المستشارين الذين يعملون بالجهه القضائيه، نقتهم يعني، نقت 30% بس. دي اشار المتعهد الانتخابي بالمطريه، لجنه النصر سكول تم تجهيزها باعداد مدخل مدرسه، حاجات كده يعني. دي اللي هي ايه المشاهد اللي زي ما بقول لكم رصدها موقع مدى مصر. خلينا عشان الوقت بتاعنا نرصد بعض المشاهد اللي هي تناسب نظام السيسي الحقيقي. الشرطه في خدمه الشعب، والشرطه في خدمه قهر الشعب. بيوقفوا الميكروباص وتفضل اشرب شاي، لازم تنزل تنتخب. طبعا الفيديو ده اعتقد ناس كتيره جدا شافته، لكن لازم نكرره عشان تعرف معناه وتعرف ان انت مهم جدا انك ترصد. بشكر جدا اللي صور الفيديو الحقيقه، لانه بمنتهى الحرص صور مشهد بيحكي الحكايه كلها، بيضرب لهم مفك في الموضوع، ولو اني الحقيقه مش محتاج اضرب مفك والله يا جماعه، لما بدخل في سجال مع اي حد فيهم اقبال غير مسبوق، والناس راحت طواعيه بمزاجها، لا الناس اتحشدت ولا الناس خدت فلوس ولا الناس خدت سلع غذائيه، الناس راحت بمزاجها خلاص كمل زي الفل. انت صح، انت صح، هتكلموا في ايه؟ الشمس طالعه من المشرق اهي، لا لا هي من المغرب، خلاص من المغرب، من المغرب عادي يعني. يلا نشوف الداخليه بتعمل ايه مع الناس. انت لما تنزل على بعضنا يا باشا، انت ما تقوقش، احنا واقفين على رجلينا، بس انت عشان انت مالك انت يا باشا، ماشي احنا ما بنوقفش عشان انت معاك 3 ايام ليه؟ معاك 3 ايام يا ابني افهمني، في عربيه تتابع مش هتطلع غير بمشي، فانت كده كده واقف بالطاقه، انت عايز انت كده كده بقول لك بص لا بص لا بص، طب ليه ايه لازمته الموضوع اصلا يا باشا؟ انت يا باشا ما تقوقش بس يا ريت، معلش انت، انا راجل على سفر ورايا مصالح وامتحانات وكليه، في ناس غيرك نزلوا يعني يا باشا 3 ايام، طب هنتخب غير النهارده؟ لا 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 لا، تعالى يا عم، انا عندي اللجنه بتاعتي، انا واخد توكيل من الداخليه ان انا لازم اجيب لهم 2000 ناخب النهارده، انت عايز تخرب بيتي ولا ايه؟ عايز اخد المكافاه انا. بقول لكم في تكلفه الانتخابات 13 مليار جنيه، الباشا ده لازم ياخد بدل الانتخابات، الباشا ده كان امين شرطه ولا بتاع، لازم برضه يتراضى. فقال لا يا عم انزل يا عم 5 دقايق، طب يا باشا هنتخب بكره، لا والله لا انت نازل دلوقتي، على الطلاق لا انت نازل دلوقتي. يعني لا يعني، بس ما احنا ما بنجبرش حد، ومفيش حشد، ومفيش رشوه.
بقول لك ما تدخلش في ما تدخلش في نقاش مع حد، بوسه كده وحطه جنب الحيط، هيجي وقته، هيجي وقته. كل واحد بيمر، الكلام ده كنا بنعاني منه ايام حسني مبارك برضه، بس ما كانش بالشكل الفج ده صحيح، بس كان برضه تبقى انت شايف البتاع ويطلع صفوت الشريف يقول لك وكان عرصا انتخابيا، هات يا سيدي هات، صفوت قضى ايام من حياته في السجن وبعد كده اترمى لحد ما هتمشي. ما تدخلش في انت هتدخل في جدال على ان دي انتخابات اصلا ولا لا انتخابات، تبقى والله العظيم بتهرج. النهارده بس التسعيره كانت فارقه، يعني مدى مصر قالت انه في منشيه ناصر كان ب 200 جنيه، في عين شمس بقى كانت ب 300، يعني انت بقى ورزقك انت وشطارتك. وعلى فكره في ناس شاطرين جدا في الانتخابات، بمعنى ايه؟ انهم بيأجلوا صوتهم لاخر يوم، يقول لك التسعيره اول يوم بتبقى ارخص، يعني في الزحمه كده فبيبقى 200، اخر يوم بتوصل 500، في ناس بتبقى شاطره عندها خبرات متراكبه يعني. فالنهارده كانت في عين شمس 300، نشوف مع بعض. بغض النظر الراجل طبعا اللي فاهم اللي هو عارف اللي بيقول لهم هيجي فوق دماغكم، بقوا دول ماسكين، ما انت ما تخاطب الناس على قدر عقولهم. بقول لكم يا جماعه الحكايه مش هتطول، يعني ربنا يدينا ويديكم طول عمر على اخر الشهر، على اخر الشهر هخلي يوسف يجيب الفيديوهات دي. اما القرارات اللي السيسي بقى خلاص، انتوا اديتوني تفويض وانتخبتوني وانا ما طلبتش منكم ان انتوا تنتخبوني، تعالوا بقى